بسم الله الرحمن الرحيم. أربع قواعد للسيئات. القاعدة الأولى: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. المفترض إنه هم بسيئة وما عملهاش، لا تكتب له حسنة ولا تكتب له سيئة، لكن ربنا عز وجل من كرمه اللي يهم بسيئة وما عملهاش تكتب له حسنة. بس خلي بالك، ما عملهاش خوفا من الله أو خوفا من ارتكاب المعصية، إنما لو خد بالأسباب ونوى يعمل المعصية ومنع منها لعذر طارئ ليس منه، فتكتب عليه السيئة كاملة. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يعني واحد قال صحونا عشان يتفرج على فيلم فيه محرمات، فصحوه نور قطع وزعل بقى: ياه انا زعلان، ده ياخد الذنب. انما واحد قال جه بقى ويتفرج على الفيلم قال لك: لا يا عم، نصلي ركعتين احسن، او هذا حرام، ده اللي ياخد الحسن. القاعدة الثانية: اللي يعمل سيئة تكتب له سيئة واحدة، يعني الحسنة بعشر لكن السيئة بواحدة. وده من رحمة ربنا عز وجل إن السيئة لا تضاعف، السيئة بسيئة. عشان كده اللي يخش النار ده معنى كده إنه عمل سيئات 10 مرات ما عمل حسنات على الأقل، يعني دخل النار لأن سيئاته أكتر. عارف يعني سيئاته أكتر؟ يعني على الأقل عمل سيئات 10 مرات ما بيعمل حسنات. ثالث قاعدة أو القاعدة الثالثة: إن السيئة قد تمحى بدون توبة إلا سيئة الشرك. أي ذنب غير الشرك حتى لو كان كبيرة ممكن ربنا عز وجل يغفرها بدون توبة. تتفاجئ كده يوم القيامة إن مفيش ذنب، ليه ربنا غفرها؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شوف رحمة ربنا عز وجل، السيئة تتمحي، فتكتب سيئة وقد تمحى. حتى في نهاية الحديث: ولا يهلك على الله إلا هالك. ده اللي يخش النار ده يستحق الهلاك ويستحق دخول النار. والقاعدة الرابعة: إن أي ذنب قابل للتوبة وقابل للغفران. أي ذنب حتى لو كان السجود للأصنام، حتى لو كان الشرك بالله، إذا تاب تاب الله عليه. لا يوجد ذنب لا يتوب الله عليه، حتى لو كان الكفر بالله، ما دام تبت. يبقى الفرق بين القاعدة التالتة والرابعة ان التالتة اللي ما تابش ربنا قد يغفر له الا الشرك، لازم له توبة. اما القاعدة الرابعة: لو تاب العبد تاب الله عليه يقينا حتى لو كان الشرك بالله عز وجل. لو الانسان عمل كل معاصي الدنيا وقبل ما يموت تاب، تاب الله عليه، بس المهم ايه؟ يصدق في التوبة. لو عمل طول حياته معاصي وقبل ما يموت بدقيقة تاب، تاب الله عليه. المهم يتوب قبل أن تطلع الروح أو تطلع الشمس من مغربه، وده من رحمة ربنا عز وجل. فلذلك المسلم ينتبه لهذه القواعد حتى يعني يقلل على قدر الإمكان من هذه السيئات ويكثر من الحسنات فيكون من أهل الجنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.